علم كاس العالم هالسنة صار غير ويا هايسنس. سافر وعيش كل لحظات كاس العالم. كل اللي عليك هو أن تشتري أي جهاز من أجهزة هايسنس ومن أي مكان بالعراق. تدخل السحب الشهري لأكثر من 30 شخص. تعالوا نسافر سوا ونعيش مغامرة كاس العالم. ويا يعني نور صبري. سافر الكأس العالم ويا هايسنس.